من ضمن الأسئلة، هل الجامعة الأمريكية ممكن توصلني لمستوى B2؟ أنا مبتدئة جدا وما بعرفش أعمل محادثات خالص. الحقيقة إن الجامعة الأمريكية واحدة من ضمن الأماكن اللي أنت ممكن تاخد فيها كورسات للغة الإنجليزية، وهي مكان كويس جدا ومتميز. هل ممكن توصلك؟ ده بيرجع ليك. في ناس بتوصل وفي ناس ما بتوصلش. طب إيه السبب؟ في ناس الموضوع بالنسبة لها بيكون صعب، فكرة إنك تدرس اللغة لأول مرة وانت مش مجتهد على نفسك او مش بتصبر او رايح للنظام انا رايح اخد كورس انجليزي. دي بشوفها كتير في الجامعه، يقول لك انا رايح اخد كورس انجليزي وماشي معاه البتاع كده، حاططها في ايده وماشي بيها، في الغالب مش بيوصل لنتيجه. فانا نصيحتي سواء الجامعه الامريكيه سواء اي مكان اخر، انت اللي عندك القدره يا ترى انت هتستفاد ولا لا، وده بيرجع من فكرتك. هل يا ترى القدره بتاعتك على الاستمراريه، وهل النظام ده ماشي معاك ولا لا؟ في ناس مثلا بتحب الفيديوهات، في ناس مثلا بتحب البودكاست، في ناس بتحب تقرا وتطبق. انا شخصيا من النوع ده. في ناس انا لا عاوزه مدرس فوقيها. فنصيحتي جرب مستوى واحد، لقيت مستواك كويس جو اهيد كمل، لو ما لقيتش شوف الطريقه الانسب او مكان اخر، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير. نقطه مهمه كمان، التكلفه الماليه. لو التكلفه الماليه مش قادر انك تستمر عليها لمستوى بعيد، بلاش، وبلاش ترهق نفسك، وفي بدائل كتيره، وابحث عن الحاجات الاونلاين اولا قبل ما تجرب اي حاجه، وربنا يوفقك.